الراديو 9090 هواها مصر. على شرف المعلم في كلام معلمين مع أحمد يونس على الراديو 9090. مصر الخير، تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية. يلا بينا الجزء الثاني من حلقتنا النهاردة، وبعد الجزء الذكريات الحلو ده وتنشيط الدماغ في المزيكا، عندنا تنشيط دماغ بشكل تاني. احنا معانا رائد التنمية البشرية وخبير التنمية البشرية دكتور إيهاب ماجد. منور يا باشا، وكل سنة وانت طيب. كل سنة وانت طيب ومنور انت، وصباح الخير. وكل سنة وانت طيبين. احنا بقالنا زمن من ساعة قبل العيد شرف المعلمين، ودرجة ان انا نسيت اصلا يا احمد وانا جاي النهاردة، نسيت احنا في الدور الكام. فيعني لا لا انت بس انت تقولي وانت تحت وانا نبعت نصطادك. اصل بقى الاسانسير بمفتاح. الحمد لله، كل سنة وانتم طيبين. مبسوط ان انا موجود معاكم النهاردة، وبداية عام دراسي جديد. كل سنه وانتم طيبين. بمناسبه ما اعتقدش ان دي هتبقى مناسبه سعيده. يعني انت هقول لك بلاش كل سنه وانتم طيبين مناسبه، يعني انت شوف لها اي تحيه اخرى، يعني تعيشوا وتفتكروا، يعني ربنا ما يكتبها عليكم لا ما يعودها علينا. احساس جميل. بص انا اقول لك على حاجه يا احمد، هو بيبقى احساس حلو قوي للي هم في الجامعه بقى، اللي هم مستنيين يروحوا بقى والشلل والحكايات وكده، لكن هو بيبقى بالنسبه للناس اللي في الثانويه العامه الحقيقه ما بيبقاش احساس جميل خالص. فاحنا خلينا نقول كده، واحنا بنتكلم عن الدراسه وعن المذاكره، ايه اكتر حاجه تعباك في الدراسه والمذاكره؟ يعني ايه اكبر مشكله بتواجهك في الدراسه والمذاكره؟ السؤال تاني، ايه اكتر حاجه، ايه اكتر مشكله مواجهاك وانت بتذاكر؟ ايه اكتر مشكله مواجهاك؟ طب هما ما بيبقوش مذاكره، يعني هما لسه برضو احنا في مرحله اللي هو انا باخد الصدمه. جاي من الثانويه للكليه، واللي جاي من ثالثه الرابعه وهكذا. طيب ايه غير المذاكره؟ يعني افتح لي بواب كده. يعني بص خليني اقول لك، احنا عندنا حتتين نقدر نتكلم فيهم النهارده. في الحاجه الاساسيه، فكره الناس اللي في الثانويه العامه واللي داخلين ثانويه عامه واللي عندهم بقى مشكله من السنه اللي فاتت، الامتحانات اللي اتسربت والظلم اللي حصل وحاجات كده، فهو اصلا داخل وهو متوتر. والحاجة التانية هي الطلبة اللي هم طلعوا بقى من الثانوية العامة وداخلين الكلية، وطبعا هنا بيتفاجئوا بعالم مختلف تماما عن اللي هم كانوا عايشين فيه. بيفكرني زمان واحنا في بداية الكلية كده، فكان في عندنا محاضرة، فالبنت بتقول للدكتورة لو سمحتي أبلة. أبلة لا أبلة تيدي خلاص بقى أبلة. فاحنا بنبقى طالعين من الثانوية العامة بقى، لسه المجتمع ده بالنسبة لنا جديد. تخش الجامعة تلاقي حاجات غريبة بتحصل لك كده، تحس مثلا ان انت في بقى واد وبنت قاعدين على جنب كده، تلاقي في عيال بتضحك بصوت عالي، تلاقي في عيال بتلعب كوتشينه، تلاقي في حاجات بتلعب حاجات غريبه يعني كده. فانت طبعا الجو ده بالنسبه لك جو غريب وجو جديد. مصدوم يا عيني، حرام، بس يعني كلها اسبوعين ثلاثه وتتعود على الموضوع ده. في حاجه عايز اقولها يا احمد بالنسبه للبنات تحديدا، يعني وانت لسه داخله في الكليه وانت لسه داخله الجامعه، خدي بالك جدا. مش عايز اقول لي عشان الشباب ما يزعلوش مني يعني يا احمد، ولكن الشباب الرجاله ما بتزعلش. الشباب بتوع سنه ثانيه وثالثه ورابعه، احنا كلنا كنا بنعمل كده يعني. الفرده انت لا انت كنت بتيجي في اول السنه كده وتروح انت رايح في الاول محاضره بتاعت سنه اولى دول، وتبدا تنشن بقى اللي هو ايه، انت مين هياخد دي ومين هياخد دي ومين هياخد دي. فانت خدي بالك الموضوع انت جاي ناوي على ايه النهارده. انا خدي بالك بتقسم تركت ايه اللي تسمع الهوا. خدي بالك من الشباب، احنا مش عايزين نقول ان كل الشباب يعني كده، لكن خدي بالك جدا جدا جدا. قلبك وحياتك دي حاجه ما عادش ملكك، دي حاجه غاليه جدا، فانت ما تضيعيش حياتك بسبب حاجات تافهه. وانت كشاب برضو افتكر انت داخل ليه الكليه وانت داخل ليه الدراسه، وخلي هدفك قدام عينيك وما تضيعش وقتك في حاجات ملهاش لازمه ومش وقتها خالص دلوقتي. طيب هنقول السؤال معلش كمان مره يا دكتور ايهاب لكل اللي بيسمعوا. سؤال دكتور ايهاب، السؤال مره تانية، ايه اكبر مشكله بتواجهك في الدراسه؟ ايه اكبر مشكله بتواجهك في البدايه واحنا لسه بنبدا دلوقتي؟ صح كده، صحيح. رقم الرسائل 199، صفحتنا على فيسبوك هي راديو 9090، الهاشتاج على تويتر كلام معلمين الخميس، هنعمل لكم ريتويت للمشاكل اللي انتوا كاتبينها، وانستغرام الراديو 9090. ايه اكتر مشكله بتواجهك في الدراسه او في المذاكره في البدايه دلوقتي؟ احنا لسه بنبدا يعني. وفي حد ممكن يكون بدا يذاكر في اليومين دول؟
بتوع الثانويه العامه الحقيقه انا بيجي لا دول يعني دول الله يكون في حرام بداوا من سنتين صغيرين يعني فيعني لكن بتوع الجامعه لا لسه انت عارف كمان ليه ليه مشكله الجامعه لان بتوع الجامعه لسه ممكن يكونوا ما خدوش الكتب اصلا يعني مش زي الثانوي وكده وبيروحوا يستلموا الكتاب في اول يوم لا هم اصلا لسه ما عندهمش كتب وما عندهمش اي حاجه فانا اعتقد ان بتوع الجامعه لسه ما بداوش يعني خد يا محمود منصور بيقول لك واحد صاحبي في اول يوم في الكليه السنه دي تقريبا قابل الدكتور قال لها ابله عايز ادخل الحمام هو دي تقريبا القصه دي منتشره من سنين طويله ده تراث يعني كانت خبيره التنميه البشريه واكبر مشكله بتواجهني في الدراسه لما اكون متحمسه في اول السنه بعد كده بزهق بسرعه دي قلنا باسنت في كمان ما عنديش وقت المدرسه والدروس بياخدوا نص اليوم وباقي اليوم بننام وما بلحقش اذاكر ساره مجدي ده بالنسبه للوقت في كمان ما بلحقش اذاكر الدروس واخده كل اليوم من اروى فرفوشه او فقشيه المعلمين اكبر مشكله مواجهاني ان انا خلصت تعليم وما عنديش سؤال اساله للدكتور معلش يا نورهان ضمي جنب اخوكي الملل الفظيع من خيميائي المعلمين ماسك جروب في الكليه وحاسس ان هو اللي هيضيعني لاني بفيد الناس على حسابي تقريبا بفكر اعطل الاكونت ده بن حسيني التشتت في المذاكره ببقى عايز اذاكر بس ما بقدرش انفذ الجدول اللي حاطاه لنفسي ومناهجنا صعبه جدا انا في ثالثه كليه نفس المشكله كل سنه ده محمد صلاح الاحباط من الدكاتره ده المشكله بتاعت كريم المعلمين في كمان انت واخد بالك ان الغالبيه العظمى بيتكلموا كجامعيين يعني اصل هو لسه برضه المدارس ما فيش غير الثانويه العامه او الازهريه او الفنيه هم اللي بداوا السحله بدري بكره اللغه الانجليزيه جدا من سمر دي مشكلتها بذاكر من شهرين ثانويه عامه هاجر نسيم ما حضرتش ولا محاضره اصلا بس لو في السنين اللي فاتت ما كنتش بعرف اركز طالما صحيه بدري حتى لو رجعت نمت فكره الصحيان بدري شيماء سمير في كمان الضغط والمدرسة بعد نوم المدرسة بعدها نوم بعده دروس بعده أكل بعده نوم اليوم مقفول ومضغوط من حسام لسه كمان دكتور إيهاب بيسأل السؤال في بداية الدراسة كده إيه طبيعة المشاكل اللي بتقابلك اليومين دول قول لنا عليها السرحان والنسيان إيمان أو حتى مشاكل في الدراسة عموما يعني المشكلة إني لما ورقة الأسئلة بتنزل قدامي كل اللي ذاكرته بنساه ده إسلام بيقول بقالي ثلاث سنين في تانية كلية تجارة إيمان إسماعيل بتقول تالتة ثانوي هو أنتوا يكفيكوا يا جماعة تكتبوا أنه تالتة ثانوي مش محتاجين تقولوا مشاكل بجد يعني ثانوية بكل أشكالها في كمان نفس الكائن اللي قال يا أبلة عندي في درس الإيطالي السينيور بتسأل أو السينيوريتا بيقولوا لها يا أبلة والجراج اللي في الجراج عندي بيقول لي يا سينيورا يا سانيورا بقى مش سينيورا يا سانيورا ماشي يا سانيورا في كمان اكبر مشكله اللي هي فكره زنقت نفسنا في ليله الامتحان من محموحه في كمان لسه برضو بناخد مشاركات المعلمين خلاص انا عندي احساس ان انا لا اصلح للدراسه مع اني في اولى كليه وما عنديش اي حاجه مخلياني متحمسه مريم مبهره المعلمين تنظيم الوقت من اماني راضي في كمان السرحان من فاطمة تونغ في كمان الشغف بيحصل للأسف بيروح بعد أول أسبوع كلية الزهق من المذاكرة من آلاء محمد شوف بص يا أحمد احنا عايزين نتكلم على شوية حاجات كده أول حاجة هنتكلم على حاجة اسمها شلالات فيكتوريا تاني حاجة هنتكلم على أرشميدس تالت حاجة هنتكلم على أسلوب إيهاب يعني طب نعم انا شوف انت ايه علاقتهم ببعض اول حاجه هنتكلم على شلالات فيكتوريا يعني ايه شلالات فيكتوريا وتاثير ده على مستقبلنا ايه وهنتكلم على ارشميدس وهنتكلم على اسلوب ايهاب للتميز او التفوق الدراسي اول حاجه بنتكلم على شلالات فيكتوريا يعني ايه عايزين نتخيل كده مع بعض ان احنا موجودين في نهر والنهر ده في اخره شلال اللي بيحصل ان انت اول ما بتنزل النهر بتنخدع بان النهر ده هادي وبتنخدع بان احنا لسه قدامنا مسافة طويلة قوي عبال ما نوصل للشلال وفجأة بتبدأ تسمع صوت الشلال قوي جدا وفجأة بتحاول ان انت تلحق ان انت ما تقعش بتلاقي نفسك وقعت هو ده بالظبط اللي بيحصل لنا لما بنكون بادئين حياتنا الدراسية بهدوء قوي واحنا حاسين ان احنا لسه قدامنا فترة طويلة علشان نمتحن ولسه احنا في بداية السنة فبيحصل نفس الفكرة بتاعت الشلال اللي هو انا بادئ نازل النهر حاسس ان انا قدامي فترة طويلة جدا علشان اوصل لنهاية السنة وبعدين اتفاجئ زي ما حد من الناس دلوقتي قال ان انا في اخر
الشهر اخر شهر مثلا يا نهار ابيض ده انا قد... شهر. ده انا قدامي شهر ده يبقى وقت حلو يعني في ناس بتفوق ليله الامتحان يا عم الحاج والله العظيم اقسم بالله انا في فتره في الكليه كنت ببدا اذاكر ليله الامتحان وما تقولوش عليا قدوه تاني في هو في ساعات حاله من التناحه بتصيب الواحد اللي هو خلاص بقى ما هي انا لازم اخد بالي بقى يا احمد لان فعلا احنا لو انت ما على فكره احنا حتى لما بنيجي نمثل حياتنا في حياتنا كلها اللي هو فكره انا فعلا ماشي كده بالراحه وحاسس ان الجو حلو وان انا لسه قدامي عمر طويل وقدامي حياه طويله وبعدين فجاه تلاقي نفسك ايه ده انا عندي 35 سنه ايه ده فجاه انا بقى عندي 40 سنه فجاه انا بقى عندي 50 سنه وتلاقي الحياه راحت منك وتلاقي السنه الدراسيه راحت مني فانا عايز اقول لك ان انت ما تبقاش ماشي في الحياه وانت مغيب يعني احنا في ناس كتيره بتبقى ماشيه كده في حياتها مغيبين هو مش عارف امكانياته مش عارف قدراته مش عارف هو عايش ليه اصلا مش عارف هو ايه اللي هو عايزه من الحياه هو مش عارف اي حاجه فده اللي بيحصل لنا في بدايه السنه الدراسيه في بدايه كل سنه يعني احنا بيجي لنا مثلا لما كنا بنعمل انا مش دحيح تلاقي احنا لما بنعمل انا مش دحيح في شهر 3 يقول لك ده انا ما ذاكرتش ده انا ما عملتش ده انا ما روحتش طب انت كنت فين طول السنه فاحنا لسه احنا بنتكلم في بدايه السنه ابدا بقوه ولكن ابدا بهدوء يعني ابدا بقوه ولكن ابدا بهدوء زي العداء العداء لما بيجي يمشي او يجري في اي مسابقه هو بيبدا بقوه ولكن هو ايه ماشي على بثبات. مهله ماشي على مهله وماشي بثبات وماشي بهدوء في اخر فتره خالص من حاله الجنون اللي في الاخر دي في الاخر بقى بيبدا ان هو يعمل ايه ان هو يجري 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 بجنون علشان يقدر يوصل ان هو يوصل للمكافاه بتاعته او يوصل للجائزه بتاعته فده اللي احنا بنعمله بالظبط اللي هو اللي احنا ايه احنا عايزين نبدا الدراسه بهدوء ولكن بقوة يعني ايه بهدوء ولكن بقوة يعني انا طالب منك ان انت تعمل حاجة سواء انت كنت في المدرسة او انت كنت في الجامعة تعمل حاجة بسيطة جدا ان انت تاخد معك ورقة وقلم تاخد معك كشكول وتحضر كل المحاضرات وتحضر كل الفصول الدراسية في رسالة واحدة بتقول بقى لي 3 سنين في كلية ومحضرتش غير محاضرة دي مشكلة كبيرة على فكرة انا عايز اقولك على حاجة بص انت هتقابل في الجامعة محاضرين او دكاتره رزلين وهتقابل الناس اللي هتقعد طول اليوم تتكلم عن نفسها وعن اللي هي عملته في حياتها وهتقابل اللطيف جدا والحبوب وهتقابل اللي مش هيدي لك ماده علميه وهتقابل اللي كان عندنا واحد في الكليه كان بيعقدني الحقيقه ماسك الكتاب وعمال يقرا منه يعني طب ما انا جاي ليه على فكره شريحه كبيره جدا للاسف يعني انا مش بقول كله ولكن في شريحه بيمسك المذكره او الكتاب اللي كل شويه ايهاب اصحى ايهاب ما انا مش قادر ما انا مش على فكرة قادر ممكن اقراه في البيت عادي يعني ممكن قادر ما نمشي اقراه فانت هتقابل لكن اللي انا عايز اقول لك ان احنا اكتسبنا خبره بقى ان احنا نقدر ان احنا نزود مهاراتنا ازاي ان انا اول حاجه معايا ورقه وقلم خش المحاضرات احضر المحاضرات بعد اذنك احضر المحاضرات هتعمل ايه هتكتب ورا الدكتور ده الفكرة اللي هو بيقولها هتكتب الأفكار الرئيسية اللي موجودة عنده علشان في النهاية انت هتروح البيت انا مش عايزك تعمل الا ان انت ما تذاكرش انا عايزك تعمل ايه اقرأ اللي انت كتبته مجرد ان انت قريت ان انت كتبته وبعد كده بعد شوية بتبدأ ان انت تزود السرعة بتاعتك فتبدأ تذاكر فتبدأ ان انت تركز لكن ده هيساعدك على ان انت يبقى عندك باك جراوند للحاجة اللي انت بتذاكرها يعني انا لما بحضر للدكتور ده حتى لو انا ما ذاكرتش الماده بتاعته بس لما باجي اذاكر ببقى فاكر الحاجات اللي هو قالها لي فاحنا محتاجين رقم واحد ان احنا نعمل ايه ان احنا نبدا بهدوء ولكن بقوه او نبدا بقوه ولكن بهدوء دي الحاجه الاولانيه اللي احنا عايزين ناكد عليها ما تستهترش ان السنه لسه قدامي طويله ما تستهترش ان انا لسه عندي مساحه من الوقت وعندي حاجات كتيره لا خد أشياء بسيطة كل يوم ولكنها مستمرة هتيجي تريحك بعد كده آخر السنة عايزك كمان تفتكر حاجة مهمة قوي تفتكر أنت هدفك إيه من دخول الكلية أنت هدفك إيه من الدراسة في حاجة يا أحمد الناس بتاخد بتعملها كده اللي هو إيه هو مش عارف هو هدفه إيه هو مش عارف هو عايز إيه هو أنا مش عارف طب أنا لما أخلص الكلية هشتغل إيه طب أنا لما أخلص الدراسة دي أنا هعمل إيه انا عايز اقول للناس ان انت هدفك في خلال الوقت الحالي هو فقط ان انت تذاكر مش مهم هيحصل ايه بعد الثانويه العامه مش مهم هيحصل ايه بعد الكليه مش مهم هيحصل ايه بعد ما تتخرج ده كله مش هيفرق معانا في حاجه دلوقتي اطلاقا كل اللي مطلوب منك ان انت تذاكر دلوقتي هنروح لفصل ونعود نستأنف كلامنا وهل السؤال نفسه دكتور إيهاب ولا هنغيره اكتر مشكله بتقابلك هي المشكله اللي احنا هنتكلم عليها اكتر مشكله بتقابلك في الدراسه
على شرف المعلمين في كلام معلمين على راديو 90 هوا مصري برعاية مؤسسة مصر الخير. وضيفنا دكتور إيهاب ماجد رائد التنمية البشرية ومشاكل بداية الدراسة والدراسة عموما، وإحنا لسه بنقول ألف به سنة دراسية جديدة. يبقى أنت هتاخد قرار دلوقتي معايا أن أنت هتبدأ من أول يوم دراسة، هتبدأ بشكل بطيء ولكن بقوة، هتبدأ بهدوء ولكن بقوة. ما تخليه ما تعملش زي بقية الناس الخايبة اللي هو بيجي آخر شهر ويلاقي نفسه أنه هو اتزنق وفجأة يلاقي كل الحاجات اللي كان مفروض ان هو يعملها. خد بالك ان الموضوع بيحصل يوم بعد يوم، يعني احنا بنتراكم علينا المواد، بتتراكم علينا الاشياء، بتتراكم علينا المهام اللي احنا كان مفروض نعملها. فجأة لو انت جيت في يوم من الايام كده كل شوية حطيت شوية رمل قدام باب البيت عندك، في يوم انت مش تعرف تيجي تخرج من البيت لان انت من كتر الرمل هيبقى موجود قدام البيت. هو ده بالظبط اللي بيحصل معانا، ان انت بتراكم الدرس ده النهاردة وتأجله لبكرة، وتراكم بتاع بكرة تأجله لبعده، بقوم عندي 3 دروس، فانت بتيجي تحس ان هم تقال عليك قوي، فتقول طب الاسبوع اللي جاي. ابدأ من النهاردة حتى لو كان مجرد قراية فقط لا غير، مش مهم تفهم، مش مهم تعمل اي حاجة من اللي انت بتذاكره، لكن تأكد ان عقلك الباطن بيستوعب المعلومات دي، وهيجي بعد كده وانت بتذاكرها بجد هتلاقي المعلومات دي موجودة جوه عقلك الباطن. بدي الحاجة الأولانية اللي هي فكرة إيه الشلالات، إن أنا ما خليش الشلال ده يظهر فجأة في حياتي. أنا عارف إن أنا بعد كام شهر هيبقى عندي امتحان، فأنا من أول يوم في الدراسة أنا واخد الموضوع جد وبهدوء. الحاجة التانية أرشميدس، أرشميدس قال حاجة مهمة قوي، قال اديني عتلة بالطول الكافي وأنا أقدر أحرك لك الأرض أو الكرة الأرضية لوحدي. يعني إيه؟ النظرية بتاعت أرشميدس بتقول إن إحنا طول ما أنا كان عندي طول كافي من هذه العتلة مع نقطة ارتكاز معينة في حتة معينة في الكرة الأرضية، فأنا أقدر، النظرية بتقول إن أنا أقدر أحرك الكرة الأرضية كلها. المقصود هنا إن أنا لو عندي أسباب كافية لفعل شيء معين أنا هعمله. يعني طول ما أنا عندي أسباب كافية للنجاح، طول ما أنا عندي أسباب كافية إني أنا أتغير، طول ما أنا عندي، عشان كده إحنا بنقول إن التغيير 80% من التغيير هو ليه و20% ازاي. يعني ايه 80% ليه؟ يعني انا طول ما انا كان عندي اسباب قوية جدا تدفعني لصنع التغيير، عندي اسباب قوية جدا تدفعني ان انا اذاكر وان انا التزم في المذاكرة، طول ما انا كانت 20% اللي هي ازاي انا هعمل ده دي هتظهر لوحدها. فيبقى انا محتاج ان انا يكون عندي اسباب كافية جدا علشان انجح، عندي اسباب كافية جدا، ممكن افكر في عيلتي، ممكن افكر في مستقبلي، طول ما انا بذاكر، طول ما انا هقدر ان انا اكون افضل من اللي انا موجود فيه دلوقتي. عايز اقول لك ان انا لما بيجي لي حد ويجي يقول لي ايه، انا كسلان، انا بص ما بعرفش اصحى بدري، انا ما بعرفش اعمل مش عارف ايه، اقول له طب انا هطلب منك طلب، ماشي، ايه رأيك انا هدي لك $1,000,000 بس بشرط ان انت تصحى بدري كل يوم لمدة شهر. هتقدر؟ صعبة. يعني طبعا هقدر، يعني اكيد انا هقدر. يعني اجي اقول لك ايه بقى، اذا الموضوع هنا مش قدرة، يعني هو الموضوع هنا مش مسألة التغيير ومسألة النجاح، دي مش قدرات، لا دي مسألة اسباب. لان انت لما كان عندك سبب قوي، لما كان عندي سبب قوي اللي هو $1,000,000 يعني خلاني اصحى بدري، حد يجي يقول لي ايه انا ما بعرفش ما تنرفزش، اقول له طب انا هقول لك على حاجة، انا هدي لك $1,000,000 بس بشرط ان انت ما تتنرفزش خالص لمدة شهر. طبعا انا هبقى تلاجة لمدة شهر. يعني الفكرة هنا مش فكرة ايه، مش فكرة قدرات، الفكرة فكرة اسباب. طول ما انا عندي اسباب كافية، طول ما انا القدرات اللي عندي بتطلع، القدرات اللي عندي بتنطلق، القدرات اللي عندي بلاقيها في ارض الواقع بتبقى حقيقة. فانا عشان كده اسأل نفسك السؤال المهم جدا، ايه الاسباب الكافية اللي تدعوني للمذاكرة؟ ايه الاسباب الكافية اللي تدعوني لان انا اشتغل واخد الموضوع المذاكرة بشكل جاد، بشكل مختلف عن كل سنة انا بعمله. فده الحاجة بتاعت أرشميدس، كل ما كان عندي اسباب كافية، كل ما كنت انا هقدر ان انا اواصل، كل ما يكون عندي حماس، كل ما انا هقدر ان انا استمر في المذاكرة. وحاجة مهمة جدا احنا عايزين نقولها، اللي هي الاسلوب اللي احنا بنتكلم عليه، اسلوب ايهاب في المذاكرة. انا اتعلمت كده يا احمد في بداية حياتي، اتعلمت شوية حاجات كده فرقت في حياتي جدا. يعني انت لو خدت قرار دلوقتي بان الحاجات دي تكون ملازمة ليك في حياتك، انا بأكد لك ان انت هتكون واحد من الناس المؤثرين والناجحين في الحياة كلها. اول حاجة اسلوب ايهاب ده، احنا بنتكلم على حاجة اسمها 4-2-4، 4-2-4 استراتيجية في اللعب. اول حاجة 4 حاجات تخصك انت، النجاح سواء في الدراسة او سواء في الحياة ملتزم ب4 عناصر أساسية تخصك أنت. رقم 1 إن أنت ما تسويش الماضي بالمستقبل. يعني
يعني انت، انا عايز اقول لك على حاجه، انت مش الماضي ولا انت المستقبل، انت اللحظه اللي انت عايشها دلوقتي. افضل حاجه ان انت تعملها في الوقت الحالي ان انت تجيد ما تفعله. يعني انا دلوقتي قاعد بذاكر كيمياء، فانا يعني هذاكر كيمياء احسن واحد في الدنيا. انا بعديها بشويه بذاكر كذا، انا هعمل ده احسن واحد في الدنيا. فهي اللحظه اللي انت موجود فيها حاليا دي هي دي اللي انت بتملكها، فانا هعمل كل حاجه على قد ما اقدر علشان اجيد اللي انا بعمله بين ايديا دلوقتي. طب حد يقول لي بس انا فشلت في الماضي، طب انا سقطت قبل كده، طب انا مش قادر انسى التجربه الفلانيه في الماضي. انا عايز اقول لك ان انت ما تسويش الماضي بالمستقبل، لان انت لو سويت الماضي بالمستقبل هيبقى المستقبل بتاعك زي الماضي بالظبط. يعني انت النهارده، انا بني ادم جديد، انت كل يوم، انت كل لحظة انت بني ادم جديد، فانت كل يوم عندك امل جديد، انت كل يوم عندك فرصة جديدة. لو انا فضلت افكر في الماضي وفي المشاكل، على فكرة انا عايز اقول ان انت ما ينفعش ما تفشلش. كل الناس بلا استثناء فشلت، العظماء والناجحين والحكماء والسياسيين والاقتصاديين والدكاترة كلهم فشلوا، ولكن اللي بيفرق واحد عن واحد ان في واحد خد الفشل وخلاه يقعد في مكانه وفضل طول الوقت عمال يفكر في الماضي ويلزق في الماضي ويروح يزور الماضي كل لحظة. واحد تاني خلاص، انا اتعلمت الدرس، انا اتعلمت من الحاجة اللي حصلت لي دي اني انا اكون اكثر حرصا في علاقاتي، انا اتعلمت ان انا اكون اكثر حرصا في وقتي، ان انا اذاكر بطريقة مختلفة. فما تسويش الماضي بالمستقبل، مهما كان الماضي اللي كان موجود عندك بكل مشاكله بكل ظروفه بكل المساوئ اللي موجودة فيه، انت النهاردة انسان جديد، فانت تقدر تخلق مستقبل جديد من خلال ان انت تجيد ما تفعله الان. فدي الحاجة الاولانية. الحاجة التانية ودي مهمة جدا تساوي الحاجة الاولانية اللي احنا بنقولها، لا تعبر جسرا قبل ان تصل اليه. يعني ممكن حد يجي كده يقول لي ايه، طب انا في ثانوية العامة بس انا مش عارف انا عايز اخش كلية ايه، طب انا في الكلية بس انا مش عارف انا بعد ما اخلص الكلية اعمل ايه. ما تفكرش في بعد الكلية انت هتعمل ايه، انت دلوقتي بتعمل ايه، انت دلوقتي بتذاكر. فانت هدفك الاساسي ان انت تجيد ما تفعله الان وتجتاز الامتحانات بتفوق. ان شاء الله يا رب بعد كده نظام التعليم كله يبوظ، ان شاء الله يا رب بعد كده ما نلاقيش شغل في البلد. مش هتفرق معايا في حاجة ان انا اقعد افكر في المستقبل وانسى اللحظة الحاضرة. يعني ولا بفكر في الماضي ولا ينفع كمان افكر في المستقبل بطريقة زيادة تخليني انسى الحاضر، تخليني انسى ان انا اعمل الحاجة اللي انا مفروض. يعني لما يكون حد مثلا شايل الهم ان هو هيعمل عملية الشهر اللي جاي، طب وانت بتشيل الهم ليه من دلوقتي؟ طب ما انت ما تستنى الشهر الجاي وتبقى تتنكد وتبقى تزعل وتبقى تحزن. طب انا اصل السنة اللي جاية هيحصل مش عارف ايه. طب يا سيدي انت لما يجي السنة اللي جاية، انت ليه رايح للسنة اللي جاية وانت عايش هنا؟ عشان كده احنا بنقول ان اللي بيعاني قبل الوقت اللي مفروض يعاني فيه بيعاني مرتين، بيعاني دلوقتي نفسيا وبيعاني في الوقت الحدث نفسه. فانا لما بعيش اللحظة دي وبعيش الوقت اللي انا في الوقت الحاضر ده، فده بيغنيني وبيوفر الطاقة بتاعتي. عارف يا احمد، لما بيكون عندنا، طبعا انت ربنا يخلي لك ابنك، يعني بنلاقي الاطفال عندهم طاقة غير عادية. يعني تلاقي مثلا ابني طول اليوم مثلا في دراسة وعايز يروح النادي وبيعمل مش عارف ايه وبيعمل ايه وعنده طاقة ما شاء الله عليهم. يعني طب انت عارف هم ليه عندهم الطاقة دي؟ لان هم ولا بيفكروا في الماضي ولا بيفكروا في المستقبل، فكر بيعمل ايه حالا. حالا انا هستمتع ازاي دلوقتي، انا في النادي هستمتع ازاي، انا هستمتع ازاي في الحمام، عارف في الحمام يستمتع ازاي بالميه ويستمتع ازاي بفوق. يعني هو فعلا في اللحظه اللي هو عشان كده طاقته مش مستنزفه، ولا في ماضي بيدور على حاجه حصلت له امبارح مثلا عمال بيبيع على نفسه امبارح، مش مهم، عادي مفيش مشاكل، عادي قاعد معانا ولا ايه، ولا طب بكره هيحصل ايه، مش مهم هيحصل ايه بكره، المهم ان انا في اللحظه دي انا مستمتع بيها. فاحنا عايز يكون عندك طاقه وحماس بصفه مستمره، عيش اللحظه الحاليه. بيسموها مبدا في علم النفس كده اتعلمناه يا احمد، اسمه هنا والان. انا بعيش دلوقتي هنا في الزمن او هنا في المكان والزمن الان. دي الحاجة التانية اللي بتساعدك على ان انت تعيش حياة ناجحة في كل حاجة. هنكمل كلامنا لسه مع دكتور إيهاب ماجد رائد التنمية البشرية ومشاركاتكم. لسه بنتكلم دكتور إيهاب بيتكلم عن صعوبات يعني العودة للدراسة وأول دراسة، كل واحد ونقلته من حياة مختلفة لحياة تانية، من حياة لحياة مختلفة أخرى. يعني بعتولنا ودردشوا معانا على رقم الرسائل 199، صفحتنا على فيسبوك هي راديو 99، والهاشتاج بتاعنا على تويتر هو كلام معلمين. في حالة تبرع بالدم عايزين نوه عنها حالا، جت لنا دلوقتي من بلاد إي جي روان أحمد، عملت حادث وعندها للأسف نزيف في المخ
والموضوع تطور ان القلب توقف مرتين وهي في غيبوبه. مطلوب بسرعه فصيله دم بموجب في مستشفى السلامه الشلالات الاسكندريه. رقم التليفون هو 011-436-5312. هقوله كمان مرة الحالة كلها. ريوان أحمد عملت حادث تسبب في نزيف في المخ والقلب توقف مرتين، هي في غيبوبة حاليا ومطلوب بسرعات تبرع بالدم فصيلة بي موجب في مستشفى السلامة الشلالات بالإسكندرية. رقم التليفون للتواصل مع الأسرة هو 011-365-3152 011-4-365-3152. هقول رقم الموبايل معلش كمان مرة، 011-4-365-3152. فضلكم يا جماعة الله يخليكم انشروا الموضوع، يعني الحالة واضح انها حرجة جدا، وموضوع ان احنا نوصل لإسكندرية يعني ده هيكون من خلالكم، مش هقول من خلال الإرسال، لا هيكون من خلال التويتات بتاعتكم ومن خلال الريتويتس بتاعتكم. فمن فضلكم اكتبوا ده يعني الله يكرمكم، يعني علشان الحالة واضح انها حرجة جدا. روان أحمد حادث تسبب في نزيف في المخ وتوقف للقلب مرتين، مطلوب فصيلة دم بي موجب في مستشفى السلامة الشلالات بالأسكندرية. رقم التليفون هو 011-436-5312. نرجع تاني للدكتور إيهاب وفيما يخص مشاكل الدراسة أو مشاكل العودة للدراسة تحديدا. زي ما احنا كنا بنقول يا أحمد، طبعا احنا محتاجين ان احنا نعيش هنا والآن، ان احنا ملناش علاقة بالماضي وإيه اللي حصل فيه، ملناش علاقة بالمستقبل وإيه اللي هيحصل فيه. دورك دلوقتي ان انت تجيد ما تفعله الآن من مذاكرة، من امتحانات انت هتخشها، ان انت تجيد هذه المرحلة، وبعد كده اترك الأمر بين يدي الله وهو هيكون بيجيب لك الحاجة المناسبة بالنسبة لك. بعد كده اللي احنا اتفقنا ان احنا بنتكلم على اسلوب ايهاب وهو عبارة عن 4-2-4. احنا كده بنتكلم في اول 4، اول حاجتين في الاول 4. الحاجة التالتة اللي هي قالتها فيرجينيا ساتير وهي جملة عبقرية جدا، من حقي ان اكون بطيئة التعلم ولكني قابلة للتعلم. من حقي فيش حد غبي ان انا اكون بطيئة في التعلم بس لازم اتعلم، بس انا بتعلم، حقي ان انا اتعلم. انا من حقي ان انا اكون بطيئة التعلم ولكني قابلة للتعلم، يعني ما فيش حد غبي. يعني انت ما ينفعش تقارن بينك وبين حد تاني اللي هو حد بيفهم مثلا من اول مرة وانا بفهم من تاني مرة. المهم ان انا بفهم، يعني انا لو في حاجة عندي قدامي صعبة محتاج ان انا اقراها 3-4-5-6 مرات 10 مرات، انت كده كده هتفهمها. يعني بعد مرة هتفهمها، بعد 10 مرات هتفهمها، بعد 20 مرة هتفهمها. احنا ممكن يكون في عندنا بعض المواد بالنسبة لي مش مستوعبها قوي، لكن مع التكرار، مع ان انا اقعد اقراها مرة واثنين وثلاثة واربعة واقسم هذه المواد زي ما احنا هنشوف كمان شوية، يبقى انت في النهاية هتتعلم. اي مهارة انت تقدر تتعلمها، اي حاجة انت تقدر تتعلمها، فده حطها في دماغك. من حقي ان اكون بطيئة التعلم ولكني قابلة للتعلم، يعني مهما كانت درجة زي ما الناس بتقول كده ان انا بطيء في ان انا استوعب المعلومة، لكن انا مع الاستمرارية انا هستوعبها. يعني مش من حق مدرسة ما مثلا اقدم حد يقدم لابنه او حاجة يقول لك ده عنده بطء في الاستيعاب، ده اقل من زمايله في الذكاء، لان ده بيحصل حالات كتير جدا. ما بقاش موجود الكلام ده على مستوى العالم يا احمد، بقى فيه دمج كل يعني، لكن احنا للاسف لازالت الحاجات دي موجودة عندنا. طالما ان انا بينفع ان انا اتعلم بعد مرة او اتنين بعد ثلاثة، فانا انا ذكي، انا اقدر ان انا اتعلم اي حاجة. الحاجة اللي بعد كده مهمة، أول حاجة الرابعة، ان انت ما تقللش من شأن نفسك بصفة مستمرة. حاسس ان انت ضعيف، حاسس ان انت ما عندكش قدرات، حاسس ان انت دايما ما تستحقش. لا يا حبيبي، انا عايز اقول لك على حاجة، طالما ان ربنا خلقك وان انت سامعني دلوقتي يبقى انت تستحق، وان ربنا مدي لك كل القدرات اللي انت محتاجها علشان صحيح. توصل للنجاح اللي انت عايزه. انت تستحق، انت تستحق النجاح، انت تستحق ان انت تعدي الثانوية العامة بمجموع كويس، انت تستحق ان انت تخش كلية كويسة، انت تستحق ان انت تعيش في عيشة كويسة. بس احنا الموضوع محتاج ان احنا ناخد بالاسباب. يعني انا ما ينفعش ان انا ابقى قاعد طول السنه ما بشتغلش وما ما بذاكرش، وبعدين اقول لي لا انا اصل حظي، اصل الدنيا، اصل الوزاره، اصل الناس. اعمل كل اللي عليك وان شاء الله رب بعد كده كل حاجه تحصل، ما فيش مشكله. انا اهم حاجه ان انا ايه، انا عملت اللي عليا. وخد بالك ان احنا لما بنيجي نمسك قلم كده، امسك قلم في ايدك دلوقتي وارفع القلم من ناحيه واحده، هتلاقي في ناحية تانية اترفعت معاه. يعني أنا لو ماسك القلم دلوقتي وبرفع ناحية، هتلاقي الناحية التانية تلقائي اترفعت معاه. دي معناها إيه؟ اللي أنت رفعتها ده الفعل،
الفعل هيطلع معاه قدامه نتيجة، رد فعل مساوي لي نتيجة. أو مماثل لي نتيجة، هيحصل عندي نتيجة. يعني إيه؟ يعني أنا في أفعال معينة بعملها هحصل على نتيجة، فأنت في النهاية هنحصل على نتيجة أفعالنا، فأنا لازم أخد الأمر بشكل جد علشان أنا لما هنجح هيبقى ده نتيجة للمجهود اللي أنت عملته. بعد كده احنا بنتكلم على 4-2-4 رقم 2 في اسلوب ايهاب، اللي هو حاجة اسمها الناس، الناس اللي حواليا. الناس اللي حواليا دي احنا هنتكلم على حاجتين يا احمد. الحاجة الاولانية ان معظم الناس، مش عايز اقول ان 99% من الناس محبطين، مش محبطين، محبطين. يعني هو محبط فبيحبط، وبالتالي هو في اسلوب كلامه هو اصلا سلبي، فهو طبيعي ان هو حتى هو بيعبر عن مشاعره وعايز يحفزك بيحفزك بطريقه سلبيه. وده طبعا مين ده؟ بابا وماما، اللي هو عايز يحفزك فيقول لك انت فاشل، انت هتنفع قصف جبهه يعني. فانت اصلا ده ايه ده؟ هو معلش يعني سامحني، يعني هو ممكن ما يكونش سمعنا دلوقتي زمان ونايم، ولكن هو محبط، هو محبط كويس انه نايم على فكره. فهو هتمشي وانا جاب اللي جابولي. فهو بينقل لي احباطه. فانا عايز اقول لك ان معظم الناس اللي حوالينا محبطين، صحيح. لكن انا مش هنتظر ان حد من حواليا يحبطني ولا حد من حواليا يشجعني. خلي مرجعيتك داخليه، يعني خلي الحماس ده داخلي، خلي التشجيع داخلي. فانت ما تستناش من حد ولا يشجعك ولا تاخد بكلام الناس اللي حواليك ورأيهم فيك. فانا دايما عندي مقولة كده بتقول رأيك فيا مش اهم من رأيي في نفسي. انا رأيي في نفسي اهم طبعا، يعني انا اللي عارف نفسي وانا اللي شايف نفسي وانا معجب بنفسي وانا عارف قدراتي. فانت تقول اللي انت عايزه. ده على فكرة لما حد يجي يقول لي انت وحش، هو بيعبر عن اللي جواه. هو ده شعور، انا مالي بيك تجاه نفسه. خد بالك ده تجاه نفسه، بس دي مش شعوره. حقيقة، دي مش حقيقتي. صح. فانا اقدر اقول له مثلا خلاص والله كتر خيرك، دي حاجة انا هحطها في الاعتبار وانسى، ولكنها اتقالت. فانا في النهاية الناس بالنسبة لي هم مجرد ناس انا بتعامل معاهم، لكن ما تسيبش نفسك ان انت تتاثر بكل كلمه، سواء كانت تشجيع او سواء كانت احباط. خلي مرجعيتك باستمرار داخليه. الحاجه الثانيه اللي انا بقولها لك مع الناس، اللي في مثلا عندنا بلدي كده بيقول ايه، من جاور السعيد يسعد، من جاور اللي مش عارف ايه والحدادي يكوي بناره. حلو. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت دلوقتي بقى في الثانويه العامه، حلو، صاحب الناس المتميزين. انت داخل الكليه ما تصاحبش اي حد، خاصه بقى انت لو داخل في اولى كليه، وما يغركش الشلل بقى اللي عامله حاجات كده وعامله نشاطات غريبه وتلاقيهم الناس بتتكلم عليهم، دول هيفسدوك. فانت خد بالك ان انت تختار اصدقاء ناجحين، لان الاصدقاء الناجحين دول هم اللي هياخدوا بايدك. انا عارف لما بكون مثلا انا رايح الجيم يا احمد واشوف كده الناس كلها عماله تتنطط حواليا، وامسك مجلات فيها لعب رياضه وحاجات كده. انت تروح الجيم ايه؟ انت اتغيرت قوي من زمان. مش ده عادي بيك، احنا ما كناش متفقين انا وانت على كده. انت اللي مكسل، انا اعمل ايه؟ اتغيرت والكرش راح وكل خلاص بقى عدينا. خلاص ايهاب اتغير يا جماعه. لسه انا لحد اول امبارح سود كان عندي تدريب. لا ما كان عندي تدريب في العين السخنه، فحد بيقول لي انت ما شاء الله عليك انت محافظ على جسمك. قلت له انا محافظ على جسمي الحقيقه يعني. بعدها حصل ايه بقى؟ لا الحمد لله انا ربنا حمين الحمد لله. يا ربنا يحفظك يا رب دايما. وتروح الجيم. فالحاجات دي بتخليك ايه يا احمد؟ لما انت بيكونوا اصحابك بقى من العيال اللي هم بيروحوا الجيم دول وعمالين على طول تتكلموا عن الصحه وتتكلموا عن مش عارف ايه، فانت بيبقى عندك حماس. لما يكون اصحابي في الكليه بيتكلموا عن المواد وعن الدروس وعن النجاح وعن التميز، فانا بيبقى عندي حماس. لكن لما يكون كل اصحابي اللي حواليا عمالين يتكلموا عن الفشل والهزار والبنات فانا طبيعي هكون محبط زيهم يعني، وهكون فاشل زيهم. فانت اختار. في فيلم بتاع محمد سعد اللي هو لما عارف في السجن لما قالت له هو انت ليه طلعت كده؟ ما صاحب عالية لوكا ولا عالية لوكا بالزبط يعني. فانت فعلا الطيور على اشكالها تقع، فانت اختار اصدقائك يشدوك لفوق ما يرجعوكش لتحت. فدول بالنسبة للناس محبطين، اتفقنا خلاص محبطين، ما تنتظرش ونفض وكبر دماغك من الكلام اللي هو السلبي اللي هم بيقوله لك. رقم اتنين، اختار اشخاص ايجابيين، اختار اصدقاء ايجابيين، لان هم خلي بالك اصدقائك هيعلموا عليك. هيعلموا عليك يعني ايه؟ يعني هتتأثر انت بيهم غصب عنك. انت هتبدأ تعمل عادات وسلوكيات انت ما كنتش بتعملها علشان ترضيهم، عشان تبقى من الشلة. فانت ما تجبرش نفسك على حاجة زي كده. خد بالك يا احمد حاجة مهمة قوي، انا بتكلم الكلام ده لكل الشباب اللي داخل الجامعة وشايف بقى مستويات واللي جايب عربية واللي جاية بشكل مش عارف ايه، ولا تشغل دماغك بكل الناس. ده انت جاي لهدف معين
وخلاص، ما تقارنش نفسك باللي اكبر منك ولا تقارن نفسك باللي اصغر منك. سيبك من كل الناس اللي حواليك ومن كل المظاهر ومن كل الماركات اللي بيلبسوها ومن كل الكلام الفاضي ده، كل ده كلام فاضي. في النهاية انت عندك خطة لحياتك، عندك مستقبل، عندك حاجة انت بتعملها، وانسى كل الناس اللي حواليك. نكمل كلامنا بس بعد ما نسمع القيصر كاظم الساهر، عيد العشاق. عدنا بعد عيد العشاق. رائع 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 لدكتور كاظم الساهر. نرجع بقى لإيهاب الساهر بتاعنا بعد عيد العشاق، عيد المذاكرة. 4-2-4 أربعة اتنين أربعة، آخر أربعة عندنا في 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 أسلوب إيهاب للتفوق الدراسي. حاجة إحنا هنتكلم على الأربع حاجات أساسية علشان أنت تقدر تتفوق. وعلى فكرة أنا برجع أأكد تاني إن الأسلوب ده مش بس عشان تتفوق في الدراسة، ده عشان تتفوق في الحياة عامة. الحاجة اللي إحنا محتاجين إحنا نتكلم عنها الذاكرة. والذاكرة على فكرة يا أحمد مهمة جدا، مش بس في دراستك. الذاكرة بقت مهمة جدا في علاقاتك، الذاكرة مهمة جدا في ان انت تنجح في الحياة. دايما الشخص الناجح تلاقيه عنده ذاكرة وبيفتكر علاقاته وبيفتكر الناس وبيفتكر الحاجات اللي مطلوبة منه والمهام. فالذاكرة دي واحدة من الحاجات الأساسية جدا عشان تكون ناجح في الحياة. عايز أكد على حاجتين مهمين جدا في الذاكرة. أول حاجة، الذاكرة تعمل بالاهتمام. يعني ايه بتعمل بالاهتمام؟ يعني طول ما انت مهتم بشيء معين، طول ما انت عندك ذاكره قويه فيه. بعض الناس يجي يقول لي بس انا ذاكرتي ضعيفه في الحاجه الفلانيه، اقول له طب انت ذاكرتك قويه في ايه؟ فيقول لي في الاغاني والمسلسلات والكوره. اذا انت مهتم بيهم، عشان انت مهتم بيهم فعشان كده انت بتلاقي ذاكرتك قويه. فالذاكره اول حاجه محتاجه اهتمام. لو انا مهتم بالماده اللي انا بذاكرها، لو انا مهتم بمستقبلي، لو انا مهتم بالشيء وبديله اهتمام وبديله تركيز، انا باكد لك ان ذاكرتك مش هتخونك. فانت رقم واحد ان انت تهتم بالحاجة اللي انت بتذاكرها مع تركيز، مع ان انت تعمل شوية روابط. الذاكرة بتشتغل من خلال الروابط، والروابط بتشتغل من خلال التخيل. طول ما انا بغمض عيني كده وتخيل المعلومة دي او اربطها بشيء حاجة تاني انا بعرفها، او اربطها بالوان، او اربطها بحاجات معينة. طبعا الذاكرة موضوع كبير احنا ممكن نتكلم عنه في حلقة بعد كده، ولكن انا بدي لك الاساسيات بتاعت الذاكرة. الذاكرة رقم واحد اهتمام، رقم اتنين انت محتاج تركيز، رقم تلاتة محتاج ان انت تعمل روابط. حاجة مهمة جدا في الذاكرة، الذاكرة تعمل مع التكرار. يعني انت مش متوقع منك ان انت من اول مرة هتسمع الكلمة الانجليزية هتعرف تحفظها. انت محتاج تكررها مرة واثنين وثلاثة وتحطها في جملة، وبعد يومين ثلاثة ترجع تاني تراجع عليهم، وهكذا لحد ما يحصل التكرار، ان يخلي الحاجات اللي انت بتحفظها دي او الحاجات اللي انت بتذاكرها بتتحول من الذاكرة قصيرة المدى الى الذاكرة بعيدة المدى، اللي هي بتبقى حاجات رسخة خلاص الموضوع مش هيتنسى. فده بالنسبة اول حاجة للذاكرة. تاني حاجة القراية يا احمد. القراية بتعتمد على الفهم. يعني أنا لازم أكون بفهم الحاجة اللي أنا بقرأها. طبعا فهمتهاش من أول مرة، محتاجة أفهمها مرة تانية، خاصة المواد الصعبة. المواد الصعبة إحنا بنذاكرها إزاي؟ أي حاجة صعبة بالتكرار برضو أرجع إن أنا أقسم المادة الصعبة إلى أجزاء صغيرة جدا، وكل يوم هاخد جزء واحد وأقراه 5-6 مرات، وأقف عند الكلمة وأشرحها لنفسي لحد ما تتحول المادة الصعبة دي إن أنت تبقى متخصص فيها، لدرجة ان انت بعد كده الناس تيجي تسألك في المادة الصعبة دي لو انت عملت ايه. لو انت قسمت القراية بتاعتك، يعني انا النهاردة هقسم الفصل او الكتاب الى مجموعة من الفصول، والفصول مجموعة من الفقرات، وهاخد كل يوم فقرة، الفقرة دي انا هقراها وهفهمها، وبعدين هاجي بكرة اخد فقرة تانية وراجع على الفقرة الاولانية، هاجي بعد بكرة هاخد 3 فقرات او الفقرة الثالثة وراجع على 1 و2. المادة الصعبة او القرايه بالنسبه لك هتبقى حاجه ممتعه جدا، وهتبقى حاجه سهله جدا انت تقدر تعملها مع اي حاجه قدامك. القرايه برجع اكد تاني، القرايه بس مش بتفيدك في حياتك الدراسيه، القرايه بتفيدك في كل الحياه. فانت خد بالك لو انت سامعني دلوقتي وما عندكش اي حاجه بتذاكر فيها، ابدا ذاكر في اي حاجه ليها علاقه بمهنتك او ليها علاقه بمستقبلك. المذاكره والقرايه في النهايه هتعملك بني ادم مختلف تماما عن اللي انت عليه. الحاجه الثالثه اللي احنا محتاجين نتكلم عليها فكره الوقت. بعض الناس اللي كانت بتتكلم دلوقتي ان هي ما عندهاش وقت، لا هو انت معلش يا حبيبي انت عندك وقت، بس انت مش عارف تنظمه كويس. احنا بننظمه على الفيسبوك حلو جدا،
بننظمه يعني على الفيسبوك كويس جدا. امتى هشتم وامتى هكتب بوست وامتى هروج اشاعات وعندك وقت مقدس للفيسبوك وعندك وقت مقدس للبرامج وعندك وقت مقدس لاصدقائك. الوقت متاح عند كل الناس. احنا عندنا 1440 دقيقه لما بيكون عندي تدريب مثلا في اداره الوقت يا احمد، وخلي الناس تتخيل وتغمض عينيها وتتخيل دقيقه، او انا اقول لهم ان انتوا بعد دقيقه انا هقول لكم خلاص الدقيقه خلصت، بيشوفوا دقيقه طويله جدا. انت عندك 1440 دقيقه في اليوم، انت محتاج 6 ساعات تنامهم، مش محتاج اكتر من كده اصلا. فانت عندك بقيه الست ساعات، انت عندك 18 ساعه في اليوم تقدر تنظمهم بطريقة أو بأخرى. ولكن مهم جدا أن أنت تقسم الوقت إلى فترات صغيرة، يعني أنت بتعمل التاسكات بتاعتك في خلال نص ساعة، وبعدين تاخد بريك 5 دقايق، وبعدين تاخد نص ساعة تانيين. أهم حاجة وأنت بتذاكر سواء كنت في ثانوية عامة أو في جامعة، لازم تعمل توازن بين الراحة وبين المذاكرة، علشان ما تبدأش المذاكرة بتاعتك بقوة جدا وما تديش لنفسك راحة أو ما تديش لنفسك المتعة اللي انت بتستمتع بيها في حياتك، سواء كانت هواية أو رياضة أو أي حاجة انت بتعملها بتستمتع بيها في حياتك. طالما حاجة حقيقية وطالما حاجة شرعية وربنا موافق عليها فانت استمتع زي ما انت عايز. فانت في النهاية بتعمل توازن في وقتك بين المذاكرة وبين الحاجات اللي انت بتستمتع بيها، علشان يبقى عندك طاقة متجددة بصفة مستمرة. الطاقة بتتجدد من ان انا استمتع بحاجات تانية في حياتي، علشان ارجع اعمل العمل بتاعي بشكل كله حماس، يبقى انا لازم اعمل هذا التوازن. فانت قسم وقتك الى فترات صغيرة ووازن بين المذاكرة وبين الراحة وبين المتعة اللي انت بتستمتع بيها، بس اوعى تيجي المتعة على حساب المهام الاساسية بتاعتك وهي المذاكرة. اخر حاجة يا احمد هي الامكانيات. لما كنت فعلا زي ما انا بقول لك يا احمد كده، كنت بقول لك من يومين ان انا عندي كورس كان في الهيئه الاقتصاديه لقناه السويس، فحد من الناس اللي كانوا بيحضر معايا الكورس بيقول لي يا سلام لو انت كنت جيت قلت لي الكلام ده من سنتين. مش محتاج على فكره حد يجي يقول لك الكلام ده من سنتين، ابحث اعرف ان في عندك امكانيات عقليه غير عاديه. احنا لما بنيجي نتكلم على ازاي تتفوق دراسيا، في عندنا حاجه اسمها الخرائط الذهنيه. الخرائط الذهنيه دي اللي انت دايما بتشوفني جاي بيها يا احمد، اللي هي انا بذاكر بيها الشجرة. بفكر الشجره دي، بفكر بيها، بخطط حياتي بيها. فكره عبقريه جدا، بتخلي ذاكرتك قويه جدا، بتستخدم فيها فص الشمال من دماغك والفص اليمين من دماغك، فبتستخدم امكانيات عقلك بالكامل. طبعا في ناس كتيره ممكن تكون اتعلمتها مني في الكورسات اللي احنا عملناها قبل كده على هنا في كلام معلمين، فهي من ضمن الحاجات الاساسيه علشان تكون شخص ناجح ان انت تستخدم إمكانيات عقلك بالكامل. وده عشان تعرف تستخدم إمكانيات عقلك بالكامل، أكتر من أكتر الحاجات اللي بتخليك تستخدم إمكانيات عقلك بالكامل حاجة اسمها الخريطة الذهنية. ابحث عنها، احضر فيها دورات، اقرأ فيها كتب، لحد ما تبقى دي واحدة من الأساليب اللي انت بتستخدمها في حياتك. فدول الأربع حاجات اللي احنا محتاجين ان احنا نعملهم. احنا قلنا ان هي اسلوب إيهاب عبارة عن 4-2-4، دول اخر اربع حاجات اللي هي حاجات ليها علاقة بالذاكرة، ليها علاقة بالقراية، ليها علاقة بامكانياتك وقدراتك، ليها علاقة بالوقت وتنظيم الوقت. لو عايزين اي حد يتواصل مع دكتور إيهاب ماجد شخصيا على صفحة الفيسبوك إيهاب IHAB ماجد MAGED، في فان بيج وفي بروفايل لدكتور إيهاب، كل بقى المحاضرات والكورسز والحاجات دي دكتور إيهاب بيعلن عنها. واحنا ان شاء الله باذن الله انا هعمل حاجه كده قريب يا احمد، هعمل كده زي خطه للناس اللي هم الطلبه ازاي يذاكروا وازاي يعملوا الحاجات دي. فانت ممكن تبعت لي على الصفحه، على ابعت لي على الرسائل ان انت عايز الخطه دي، وان شاء الله باذن الله انا هردها لك، هبعتها لك على طول ان شاء الله اول ما تخلص، يعني انا بجهزها في خلال الفتره اللي جايه. دكتور إيهاب رائد التنميه البشريه، بنشكر حضرتك جدا كالعاده، وكالعاده افدتنا ونورتنا يا دكتور. بستمتع معاك يا احمد، وبتمنى بجد من قلبي ان كل الناس اللي سامعيني دلوقتي وكل الطلبه في كل مكان، خد بالك مستقبل مصر فعلا عليكم انتوا بعد 20 سنه انتوا اللي هتكونوا ماسكين المناصب في كل حته في العالم او في مصر يعني. فان شاء الله باذن الله احنا لو بنينا وزرعنا دلوقتي زرعة حلوة، انا بأكد ان بعد 20 سنة من النهاردة بلدنا هتكون افضل. ما تستناش ان حد يشجعك، ما تستناش ان نظام التعليم يكون احسن علشان انت تكون احسن. انت تقدر تبقى عندك حاجة اسمها التعلم الذاتي. التعلم الذاتي انت اتعلمت تقرأ وتكتب، اتعلم انت بنفسك، وبعد 20 سنة من النهاردة انت هتكون ماسك مناصب. انت هلاقي منك الدكتور، وهلاقي عندك المهندس، وهلاقيك انت الضابط، وهلاقيك انت القاضي، وهلاقيك انت المحامي. فانت لو من دلوقتي بدأت تتحسن في حياتك، انا بأكد لك ان احنا ساعتها هنكون متغيرين زي ما احنا عايزين بالظبط. لقاء دكتور إيهاب لو ملحقتش تتابعه ممكن تشوف اجزاء منه على موقع مبتدا.com، او ممكن تشوفه بالكامل على قناة راديو 9090 على يوتيوب، يبقى youtube.com/radio9090. اللقاء بينزل كاملا من خلال حلقة النهاردة. شكرا دكتور إيهاب. شكرا يا حبيبي.